Ali Schley. انت الحرة بين انساهم، انت الفن وانت لالاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي، معون كله ما يلصقش فوق الغاز ولا في الكوشة، كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه احسن جودة، خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة. احسن ما في السوق ليك والباقي العايلة، بيديك انتي تحفل وتمنى المايدة. او ام اس كوزيني اوترمون. يا اللي بيك فرحتنا، تحلى بيك قعدتنا، والعشرة جمعتنا، قوتنا في لمتنا. وردة سرنا المحبة. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينة. اليوم باش نحكي على الشيحة في العين اللي برشا الناس تشكي منه، دونك نشوفوا شنو حكاية الشيحة العين، خاصة الوقاية والعلاج. كما زادة باش نحكي على الموضوع البيئي متاع إصفاقس والتلوث اللي صاير، باش نشوفوا لوين وصلوا وشنو اللي باش يصير في إصفاقس والتلوث اللي صاير. دونك هذا وغيره موجود في برنامج الماتينال، تبعونا وما تبدلوش القناة. ومع بعضنا نقولوا بونجور لشيف. مرحبا بكم فاطمه، صباح النور. صباح الخير، نهاركم زين. صباح النور شيف تحيه، صباح النور مشاهدينا وين ما كنتوا، صباح عليكم بالخير. ماكو جيت الماتينال كالعاده حافلين ومحافلين الجو. شيف تحيه اليوم محضره لنا ريسيت بنينه فيما يخص الحلو، وانا محضر لكم زوز وصفات مالحين. خلينا مع شيف تحيه نبدو معاه. الوغ انا محضره بسكويت سبيغال، خلطه بالكاكاو وخلطه بالفاني، معناها خلطتين ويوليو بسكوي واحد. تابعوني واحدة واحدة باش نعطيكم تكنيك تاع خدمته. بسكويت سبيغال. فوالا. روسور هذا. روسور. نجبد يرجع لي. دونك شوفوا مع بعضنا البسكويت مزيان. أنا مشاهدينا معاكم باش نحضر وصفتين، الوصفة الأولى باش تكون بالبوري، البوري والحوت عليكم مشاهدينا، دونك باش نحضروا البوري بطريقة خاصة، ماهوش يعمل لنا رايحة في الدار، باش نطيبوه في الكوشة بطريقة بسيطة وسهلة. تحفظ المكونات نتاعو في وسطه وبطريقه ياسر صحيه. معاهم هما مع كعبات البوري هذوما باش نحضروا اومينياغ اللي هي سره طاجين باش نعملوها بطريقه خاصه، ماهوش باش يكون بوراق الملصوقه. اليوم حضرت له كعبات كريب، خليتهم يبردوا في وسطهم فارس بنينه باش نشوفوها بعد ما نمشيو لفاطمه السويد ونبداو معاها برنامجنا. مشكورين اللي شايف. خلينا نشوفوا احمد الفرشيشي وين باش يهزنا اليوم. صباح الخير ومرحبا بكم. اليوم باش نمشيو لماليزيا، ماليزيا واحدة من لي ديستيناسيون اللي ولاو برشا توانسة يمشيو لها ومغرومين بها. صحيح برشا يمشيو لتايلاند ويعملوا فيها سكال 3 أيام، أما ظالمينها شوية. نحكي لكم اليوم على جمعتين في ماليزيا كيفاش تعديو. نبداو بكوالالمبور. كوالالمبور من الحاجات اللي الغريبة ما نلقاوهاش في العالم الكل، في نفس النهج نلقاو كنيسة مسيحية، مسجد نتاع مسلمين، معبد بوذي ومعبد هندوسي. وعايشين في تسامح من غير حتى مشاكل. كوالالمبور معروفة برشا حاجات، بالنهج الكبير اسمه بوكيت بينتانغ، كبير برشا، كبير برشا 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 برشا، نقولوا كيما من مرسى للاك.
تنجم تتمشى فيه تتحوس في عرضك برشا حوانت نتاع بيديكور نتاع مساجات وبرشا حاجات الشوبينج للمغرومين. وفما نهج اسمه جالان الور، جالان الور معروف لجميع المغرومين بالستريت فود، ستريت فود ماكله كلها اباد دو فري دو مير بنينه برشا برشا برشا، اما اذا كنت ثبتوا قبل ما تاكلوا على خاطر فما الغشاشه. من بعد كوالالمبور نمشيو لتمان نيجارا، تمان نيجارا اكبر محميه في جنوب اسيا، عمرها اكثر من 25 مليون سنه، وفيها ديما حاجات جديده، كل مره يستكشفوا حيوان جديد، حشره جديده، وبالاخص ما زالت فيرج، معناها السياح اللي فيها اربع كعبات، ما يمشيوش برشا عبات، وفيها دي بيزمون توتال. السكان الاصليين اسمهم اورانك اصلي، اورانك اصلي ماهمش ديما اون كونتاكت مع العباد البرانيين، لذا فما قرى معينين يقبلوا شويه عدد من السياح، ما يقبلوهمش برشا، وحتى من اخلاقهم مش ديما يفرحوا بالعباد. الاورانك اصلي قعدوا عايشين في عزله اكثر من 12 قرن وحدهم، معناها في القرن العشرين 21 بداوا يقابلوا اكثر في الزوار نتاعهم ويتعرفوا عليهم. ومن بعد تمان نيجارا باش نمشيو لبيريهانتيان ايلاند، الجزر الباراديزياك. فما زوز، هما جزر، فما اللانكاوي وفما البيريهانتيان. اللانكاوي كيما نقولوا نحنا عندنا جربه معروفه برشا، يمشيو لها برشا السياح ومعبيه شويه. بيريهانتيان مازالت محميه، يقبلوا عدد صغير برشا من السياح، وتلقاو فيها كل شيء موجود، تلقاو ديكوكوتي، ارمل، باش تلقاو الحوت يعوم بحذاك كي تعمل بلونجي، حتى من سمك القرش موجود غاديك، ما تخافوش ما يتاكيش العباد على خاطرك القرش الصغير كالروكان بوانت نواغ. ومن بعد بيريهانتيان ايلاند باش نمشيو لكاميرون هايلاند. كاميرون هايلاند هي اعلى بقعه موجوده في ماليزيا، وكلها مزارع كبار نتاع التي، الشاي اللي نشربوه نحن في تونس ولا في المغرب العربي الكل، مكثرو يجي من غاديكا من جنوب اسيا. هذه معروفه برشا بالبرودكسيون نتاع التي، مين تمشي تلقى مزارع كبار نتاع التي، وعندهم نوعيه نتاع جانجل تختلف على الجانجل اللي مشينا لها في تمان نيجارا، على خاطر هذايا اون اوتور، دونك مكثر الشجر ما يمشيش بالعلو اما يمشي بالعرض. ومن بعد كاميرون هايلاند نعاودوا نرجعوا لسكال في كوالالمبور نتاع ليله ما اكثرش. نكملوا نمشيو نشوفوا شاينا تاون، معروفه برشا غاديكا، تلقاو فيها برشا حاجات عباره على الصين في وسط ماليزيا. ومنها هي نمشيو الملكة، الملكة تختلف على بقية البلاد الكل، علاش؟ على خاطر كانت مستعمرة هولندية وبعدها مستعمرة برتغالية، ديجا حتى في الستركتور نتاع البني باش تحس روحك أكثر منه في الأوروب كو في الآزي، وهذا اللي خلى ماليزيا تختلف على برشا بلدان اللي هي مخلطة برشا، مخلطة برشا، فيها الهنود، فيها الشنوة، فيها الماليزيين السكان الأصليين واللي هما 90% مسلمين غاديكا. وفيها لورانج الاصلي اللي قاعدوا عايشين في الغابات نتاعهم ما حبوش يتخالطوا مع العباد. لذا ماليزيا مش تاع ثلاث ايام، ماليزيا تاع جمعتين على الاقل كان مش اكثر. يعطيكم الصحه وان شاء الله المره الجايه نشوفوكم في ديستيناسيون اخرى. دونك اذا الناس اللي تحب تمشي لماليزيا احمد انصحكم بشنو تنجموا تعملوا، كيفاش تنجموا تختاروا السيركوي نتاعكم. خلينا احنا تويكا في برنامج الماتينال في استوديواتنا بحذنا نستقبلوا مدام ايمان الجزيري اللي هي مختصه في تربيه الاطفال. صباح الخير مدام. صباح الخير. شو احوالك؟ عايشك. اليوم الموضوع نتاعنا كيفاش نخليو صغيرنا يكون مستقل، عنده الاستقلاليه الخاصه به، هكا ولا؟ هي. دونك تعطينا لي زاسيوس الكل. ان شاء الله ان شاء الله. دونك تبعونا العباد الكل اللي عندهم صغيرات وحتى اللي ناويين يجيبوا صغيرات راهو باهين لي زاسيوس هذو من توا. كيف كيف بحثنا الدكتور رضوان بنور اللي هو اخصائي في امراض العيون. صباح الخير دكتور. صباح الانوار اختي فاطمه، ان شاء الله عوده باهيه، يعطيكم الصحه على الاستضافه كالعاده. مرحبا يا سيدي. اليوم نحكيو على الشيح في العين. ان شاء الله باش نحكيو على الشيح في العين، حكينا فيه قبل مرات عده. اللي هو موضوع كبير وحساس وعنده قيمة كبيرة، ولو أنه يظهر حاجة بسيطة لبرشا ناس. الشيح في العين باش نعرفوا أنه من الأسباب المهمة اللي تخلي المريض يمشي للطبيب، باش حتى نشوف الإحصائيات تقريبا 50% من المرضى يجيونا عندهم من بين القلق هما ليسينيا اللي يكونوا في الشيح في العين. لذلك حاجة مهمة برشا. الطب كيفاش يفسر الشيح العين؟ شنو هو؟ هل هو مرض وإلا هو نتيجة على مرض دكتور؟ هو نتيجة المرض وينجم يكون السبب المرض. دونك لهنا يلزم نردوا بالنا كالعادة أختي فاطمة، نبداو شوية بالأناتومي ونقولوا بالبرش
تكون العين. دونك عندنا العين نقول انا ديما هي النافذه الخارجيه، هي اللي تربط العين ولا تربط البدن بالعالم الخارجي. دونك ما تلقاش القرنيه ماهيش عريانه، هي مغطيه بشويه ماء نسميوه دمعه. الدمعه هذه تجي اكيد من الغده الدمعيه نعرفوها، هما عده غدد موجودين في الملتحمه نتاع العين، وعندنا غده كبيره تجي لفوق فوق الجفن الفوقاني نتاع العين. دونك هذه من باب المداعبه من الطرائف، معناها انه واحد مليمتر مكعب يخرج في النهار يرطب لنا العين، ولكن بنادم كيف يبكي يخرج تقريبا مغرفتين نتاع قهوه. لا ما اكثرش، هذاك علاش الانسان يبكي قد ما واحد يبكي شيء مغرفتين قهوه يظهروا انه برشا، هذا هما الماكسيمو. هذا من جانب الدعابه. هذه لو كان نرجعوا للموضوع نتاعنا، اكيد الشيح نتاع العين عنده برشا اسباب. اول حاجه نشوفوا شنو هو شيح العين، كيفاش يظهر. يظهر احمرار في العين، تظهر حكه في العين نقولوا البريغيت نسميوها احنا، حكه في العين، دقه في العين كيف يوصل حتى لساعات حتى شويه نقص في النظر. يعني الانسان يبدا متقلق يشوف الدنيا فلو، وقوم من الصباح ونجموا ساعات يجيونا المرضى يقول لك عندي خيط يخرج من العين ولا شويه وسخ كيف هذا الكل يدخل، ينجم يكون يدخل في الحكه نتاع في الشيح نتاع العين. دكتور توا اي واحد عنده شيح، معناتها عنده عين حمراء مثلا هذيك عنده شيح والا لا؟ مش الناس الكل. لا يا اختي فاطمه، اكيد الفاصل هو الطبيب، اكيد الطبيب هو اللي يحكم، واذا كان ما اكيد ما مش الناس الكل مش يمشيو للطبيب. لهنا قلنا من بين الاعراض انه فما الاحمرار يجي من الضغط نتاع العين، حكينا قبل في الاوف سالتني على ضغط العين، اكيد يعطي احمرار. الاحمرار يجي من الالتهابات، من الحساسيه، من التهابات الملتحمه نقولوا لي كونجونكتيفيت بنواحة اللي هي البكتيريان، يجي من الجراثيم عده. دونك هذه برشا اسباب الانسان زاد تضرب في عينه كما قلنا عنده تونسيون. دونك هذه من بين الاعراض، مش معناها مش ديريكتومون. وفيها عمر حكيت الشيح في العين والا لا دكتور؟ معناتها اي حد تنجم تصير له؟ اي حد تنجم تصير له، حتى في الصغار، اما الكبار اكثر. فين اكثر؟ فين يكبر الانسان فين اكثر؟ نرجعوا تو نحكيو على نرجعوا للاسباب نتاعها. الاسباب نتاعها اول حاجه النوعيه نتاع الدمعه، خاطر الدمعه ما يكفيش ان تكون موجوده، يلزمك فيها نوعيه. النوعيه معناها تكون كافيه اول حاجه. ثاني حاجه يلزم نعرفوا فما اون كلاسيفيكاسيون، ان شاء الله يحطونا تصاور الاولاد. فما يعني كلاسيفيكاسيون قديمه كانت تصير، يقول لك الدمعه متكونه من ثلاثه مكونات، تو تبدلت شويه ولات من مكونتين برك، اللي هما قبل نقولوا عن الجانب اللي البروتييني اللي يربط الميسين نسميوه، يربط بالماء هذايا الدمعه بالقرنيه، والجانب الثاني هو الماء في حد ذاته، والجانب الثالث هو الدهنيات الناب اللي هي غلاف من الدهنيات يغطي الدمعه باش ما تتبخرش. دونك تو ولا تقسيم اخر، ولا الجزء الاول هو الميسين اللي الجانب البروتييني هذايا ومعاه الماء، هو ولا جزء واحد. والجزء الليبيدي اللي نسميوها اللي هو الجزء الدهني من الاهميه نتاعو قسموه وحده. دونك لهنا وهو يتكون في حد ذاته من ثلاثه تحت الطبقات، معناها ثلاثه طبقات في حد ذاتهم. الطبقه البرانيه هي اللي عندها احتكاك بالعالم الخارجي، عندها خاصيه نتاعها، الخلايا نتاعها يكونوا اطول شويه. الطبقه الوسطانيه مختصه زاد مختلفه عليهم، والطبقه اللي لاصقه للقرنيه هي طبقه اكيد خاصه جدا، مش للقرنيه، للماء المعذره اللي هي تلصق في الماء وما تخليش. لذلك اي تغيير في هذوما الثلاثه يعمل لنا اشكاليه كبيره. لهنا فما نرجع تعجبني برشا تقسيم نعرفه مدرسه معينه في الطب، تقسم بالصفه التاليه، تقول لك 15% من الشيح العين تجينا من قله الدمعة، و85% تجينا من سرعة التبخر نتاع الدمعة اللي هي تو العلم يتطور. قبل ديما نقولوا فما التهابات، فما شيح، فما لا، تو ولات الامور مضبوطة. دونك إذا كان عندنا شيح في العين ديريكتومون نمشيو يا إما الدمعة ناقصة، وهذه باش تفهمها أكثر حاجة. إن شاء الله السادة المشاهدين ما ينزجوش على كلامي يوليوا يطبوا حدهم لهنا في آخر النهار. إذا كان فما قلق راهو قلة الدمعة، وإذا كان القلق من الصباح راهو النوعية نتاعها، وإلا التبخر نتاعها يصير فيسع في النهار. علاش هو كل عبد وكيفاش، وإلا التركيبة نتاعها كما كنت تحكي؟ كما حكينا مش نرجعوا تو للأسباب، من هنا نفهموا كل شيء. دونك الأسباب من بين الأسباب قلنا قلة الدمعة، دونك الغدة الدمعية
جماعيه ما يستخدم بالكدا. من بين الاسباب الاخرى هي فتحه العين تكون كبيره، ان غون نوي نقولوا احنا اكسبوزي، اللي هو معناها محلول للهواء اكثر، دونك للهواء لا سيرفاس، المساحه اللي مش تمس العين تكون اكبر من شخص اخر. قله الرمش نتاع العين زاد عندها قيمه كبيره. كيف كيف لهنا تداوي بعض الادويه اللي هي الادويه الهرمونيه نعرفوها كيف كيف تعملنا مشاكل، ادويات نستعملوها في حاله الاضطرابات النفسيه زاد كيف كيف تعمل لنا مشاكل في شيح العين، تنقص من الكميه نتاع الدمعه وغيره، وكيف كيف ما ننساوش العدسات اللاصقه، وما ادراك من العدسات اللاصقه، كل مره نحكيوا عليهم اختي فاطمه اللي يضرونا برشا العين، وفما حتى الديكلاسيفيكاسيون تقول لك 50% من المشاكل تجي من العدسات اللاصقه اللي يستعملهم اكيد. قولي العدسات اللاصقه للناس اللي تحب تلون تبدل اللون العين، والا اللاصقه حتى نتاع النظر؟ الكل اختي فاطمه، الكل، خاطر هما العدسه تقف حاجز بين القرنيه وبين العالم الخارجي، دونك هي مش تغير التركيبه اللي حكينا عليها الكل، مش تكون الدمعه ما عندها تركيبه خاصه، هي مش تنزل عليها وما تخليش الزيت يوصل اول حاجه للدمعه هذه. والزيت منين يجي؟ مش نحكي لكم تو حاجه ممكن نسمعوا بها اول مره، بس بالنسبه للساده المشاهدين انه نعرفوا احنا خاصة انتم نساء كيف تعملوا مكياج ولا كيف تشوفوا في عينيكم وتشوفوا نقطتين، نقطة من هنا نسميوها الداخل في الكوان تيرن، نقطة من تحت ونقطة من فوق، هذوما اللي يخرجوا الدمعة من العين، لما نسميو لي فوا لاكريمو لي فوا لاكريمال. دونك وعندنا مكونة أخرى اللي تخرج لنا الزيت، هما نسميهم غدد الميموبية، لي غلون دو ميبوميوس، هما اللي يخرجوا لنا الزيت في العين. من ألطاف الله ومن قدرة الله الخارقة أنه نتصوروا لو كان إنسان في حر، معناها نقولوا فما سخانة في الصيف، وإلا الله لي قدر فما نار شعلت في الدار، إذا كان العين شاحت من الدمعة راهي مش تتسكر ديريكت، ما هو مش تولي بليفاغوسبازم، والعين تخاف من الضوء وتتسكر الوه باش تحمي روحها. دونك تصوروا إنسان إذا كان يغمض عينه أكيد معناها مش تصير كاتاستروف، لذلك ربي يحميها بشوية الزيت هذا اللي يغطيها باش ما تبخرش الدمعة فيسع، معناها الأمور معقدة ومتطورة من اللي خلقنا الخالق سبحانه. لذلك لهنا باش نفهموا قيمه المكونات نتاع الدمعه. التغيير زاد في السن عنده قيمه كبيره، دونك الانسان مش كيف 20 سنه، مش كيف 50 سنه 60 سنه، اكيد الغدد اللي نحكيو عليهم هذوما لي غلاند ميبوميس هذوما مش يقل الافراز نتاعهم بصفه طبيعيه، هذاك علاش الانسان كيف يكبر تنقص اللقه نتاع العين نتاعو، واكيد مش يحس بشياح، وممكن هو اكثر من الصغير مش يمشي للطبيب. حاجه اخرى كيف كيف حكينا على تغيرات الهرمون، الامراض الكل، امراض البدن منه السكري وغيره، ما اكثرهم السكري يدخل في الامراض الهرمونيه زاد كيف كيف. دونك لهنا النساء اللي يدخلوا في مرحله المينوبوز نعرفوا سن الياس زاد كيف كيف، اكيد تغيرات هرمونيه، نعرفوا البروجستيرون ولا التستوستيرون كيف يتغير النسب نتاعو زاد كيف كيف، ياثر لنا على الافرازات نتاع الغده اللي نحكيوا عليها، وياثر لنا على الاحساس. حاجه اخرى زاد مهمه برشا لا تقل اهميه هي الاحساس القرنيه، لو كيف يقل الاحساس نتاع القرنيه تصير لنا اشكاليات في الشيح نتاع العين. علاش تقل الاحساس بالقرنيه؟ لعدة اسباب، سواء اسباب مرضيه في العين ولا اسباب مرضيه في البدن الكل. دونك نفهموا انه الدمعه تخرج كنتيجه الى انه القرنيه تحس بالحرقه، باش نعرفوا اول حاجه الحرقه. نقولوا بنادم يقول برشا يجوني يقول لك يا دكتور والله الضوء يقلقني. نقول لهم لو كان تعرفوا اللي هذيك نعمه من نعم ربي، معناها لو كان ما يقلقكش الضوء ما تغمضش عينك، وكي ما تغمضش عينك تولي لك التهابات ومشاكل اخرى، دونك هذيك وسيله من الحمايه، وسيله من وسائل اللي تحمي العين نتاعنا، دونك نسميوها هذه لا فوتوفوبي. والحاجه الثانيه الحرقه، والحاجه الثالثه الدمعه اللي تخرج، يقول لك انا خرجت الصباح، خاصه الناس اللي يستعملوا الدرجات الناريه ولا الدرجات العاديه ولا حتى شويه هواء، يقول لك خرج لي برشا دمعه من العين، علاش؟ خاطر القرنيه تحس أنه الدمعة تبخرت منها، تتعرى القرنية، تحس بك الحرقة هذيك، تبعث أن سينيال للدماغ تقول له راني شحت من الدمعة، والدماغ يبعث أن سينيال للغدة الدمعية باش تدر عليه بالدمعة. ولكن الغدة الدمعية إيش مش تعطينا؟ مش تعطينا كالمغرفتين اللي حكينا عليهم من الأول، ولا شطر مغرفة وغيره، ونستناو لازم مش هذوك مش يحلوا لنا الإشكالية، هذوك مش يغطيوها بالدمعة إلى أنه إنسان يدخل المحل مسكر، ولا يبعد شوية على الهواء، ولا وقتها مش تتكون الزيت اللي حكينا عليه وغيره. بالنسبة للزيت تو وقتي
فاطمة ولات إشكالية وفهموها فهمناها تو بالنسبة للطب. فما آلات تعمل دي مساج هما اللي يسميهم ديسفونكسيونمون دي غلاند ميبوميوس، هي قلة العمل نتاع الغدد هذوما. تصير يا إما أوبستركسيون يا إما يتسكروا بالعمر وبطبيعتهم يمشوا للتسكير، يا إما يكونش فيهم إفراز كبير وإلا يكون فيهم التهابات من الداخل يتكون فيهم بعض الأوساخ اللي كيف أي حاجة مفتوحة عندها فتحة أكيد مش يدخلوا لها شوية أوساخ وغيره. دونك في أوروبا مثال وفي أمريكا وغيره عملوا دي زاباغي، عملوا دي مساج ينزلوا عليه يتحطوا في الجفن كيف اللونتي من برا ويبتلقاهم ينزلوا يسيبوا بحرارة صغيرة مقيوسة وكذا. هذه مكلفة برشا الحقيقة، ما نجموش نسمحوا لروايحنا تو في تونس باش ناخذوها. كان نعلمكم ان المساج يوصل حتى تقريبا 1500 دينار مساج واحد، اللي هو حاجه مش في متناول. ولا لا مثلا خاطر نعرف توا برشا يسمعوا فينا يقول لك باهي فهمنا شنو هو شيح العين والاسباب نتاعو ممكن الاعراض، لكن ما فهمناش الخطوره نتاعو، اسكو هو حاجه خطيره والا نجموا نتعايشوا بها الحكايه؟ برشا ناس عايشين بها ما فيهاش خطوره لو كان الانسان يمشي للطبيب، واغلب الناس يمشوا للطب نتاعو. لهنا دخلتني في اختي فاطمه للمعالجه نتاعها، المعالجه نتاعها فيها نشوف صحيح خطيره ولا لا، معناتها علاش انا لازم نمشي للطبيب كيف نحس في قلق في عيني هكا؟ اختي فاطمه كل حاجه تبدا من ببساطة وتولي خطيرة كل حاجة ومنهم المرض هذا. دونك العين نقول لك كيف تشيح أكيد مش تعطينا أمراض أخرى، نجم تعطينا تقرحات في القرنية، هذه نعرفوها للناس اللي بالحق تجينا من جراء العدسات اللاصقة نرجعوا. وحتى غير العدسات اللاصقة الناس اللي عندهم ديسفونكسيونمون تاع ما يخدموش الغدد هذوما اللي حكينا عليهم الميبومية وما تخدمش الغدة الدمعية أكيد العين مش تشيح. ونعرفوا احنا عندنا مثال ما نحبوش برشا ولكن نعرفوه، أنه الناس اللي يعملوا حوادث ولا تصير لهم اشكاليه ويدخلوا في الانعاش وما يفيقوش برواحهم، احنا ديما نقولوا اطباء العينين نغطيوا العين، خاطر العين تقعد محلوله اكيد انسان معناها تشيح حتى عمره 15 سنه 20 سنه كي يخليوه اسبوع العين محلوله ما ينتبهوش وما يقطروش كما نقولوا لهم، اكيد العين تعمل تقرحات وساعات نفقدوا العين بدون رجعه. دونك من هنا يلزم نفهموا انه الشيح في العين عنده اهميه قصوى ونجم يعطينا امراض لا رجعه فيها، لذلك هذاك علاش احنا نعطيو. وهي سي تو كيف نفهموا اكيد تطورنا احنا ما عادش كيف جدودنا، ولين نطلبوا اكثر حاجه شنو نطلبوا اختي فاطمه؟ لا كاليتي دو في. دونك نطلبوا النوعيه نتاع الحياه يلزم تكون، وتشاطرني الراي اختنا اللي مش تحكي على صغيراتنا بعد، دونك احنا الناس الكل لوجوا على الكاليتي دو في يلزمها تكون ديما رفيعه وباهيه. دونك ما فماش انسان يقبل عينه تكون حمراء مصباح يشوف روحه يتفجع حتى هو، فما بالك الناس تقول لك علاش عينك حمراء وشنو عندك اكش مريض. ونعرفوا العين هي مرآه الصحه نتاع البدن اكيد. العلاج شنو للشيح العين خلاف مثلا قطاري قط مساج نحسنوا في حياتنا، معنا كيفاش نجموا نحافظوا على عينينا، شنو مثلا حاجه اخرى؟ اول حاجه نشوفوا الاسباب الساعه. ديما فين نلقاو السبب فين تتحل المشاكل، لذلك اذا كان عندنا مشاكل هرمونيه نمشيو نحلوهم عند المختص في الهرمونات. اذا كان عندنا مشاكل في نعرفوا قله الدمع الغده الدمعيه ماهيش تعطينا في سائل كافي، انسان لاحظوا انا ما يشربش ماء مثال، فما ناس ما يشربوش ماء، يشرب ماء يلزم يشرب الماء الكميه الكافيه باش دوك نلوجوا على الاسباب نلقاو النتائج تتصلح اوتوماتيكمون. وديما نقول احنا عندنا في تونس امكانيات خارقه للعاده من ناحيه الطاقم الطبي، اكيد الطبيب هو اللي مش يحل المشاكل الكل، هو معاينه الطبيب تحل الاسباب الكل. دونك نرجع اختي فاطمه بالمحسوس وبالملموس نقولوا انه فما قطرات تحل مشكله الشيح العين. ودخلنا تو في النوفيل جينيراسيون تو عندنا تقريبا عقد ولا اكثر ولا اقل دخلنا في الاسيدولي غينيك اللي حلنا مشكله كبيره اللي هو معروف بالكدا في التجميل كنا نستعملوه تحت الجلد، هو موجود من مكونات البدن نتاعنا ولاو عملوه لنا في قطره، والقطره هذه نقطروها في العين تقعد لنا فتره طويله، تقعد ما عادش تقعد 5 دقائق 10 دقائق، تقعد لنا ساعه وساعتين ساعات تغطينا العين من الفوق. وفما زاد مكونات فما تقريبا توجد شركتين اثنين يعملونا ولا اكثر ممكن مش برشا يعملونا في المكون الدهني اللي حكينا عليه يغطي يعوض
المكون الدهني اللي حكينا عليه اللي يحمي العين باش ما تطيرش باش ما تبخرش الدمعة. ونوصلوا للحلول الجذريه، انه ساعات كي يبدا عندنا الدمعه وفما قلق وفما اشياح، نوصلوا حتى نسكروا الثقاب اللي خرجوا الدمعه، نسكروهم افيك دي كلو نسميهم سبيسيو، اللي هما باش الدمعه تقعد لنا في العين وتقعد العين ديما مبلوله وديما باهيه. يعطيك الصحه، هذا هو. يعطيك الصحه دكتور. نحب نسال مدام ايمان، صارت لك شيء لبست لونتي وتقلقت منهم والا لا؟ ابسولومون، لبست انا لونتي وما حاش نلبسها بالكل. شنو صارت مدام؟ هكا نحس شيح وقلق، دونك جو بريفير نقعد بلاش. بون انا مانيش ناقصه برشا، ناقصه شويه على الاخر. كنت في العروسات ولا كي نخرج في الليل سورتو ولا سينما نحط لونتي، من بعد ما عادش تو سامبلومون. حسيت عينك نقولوا احنا تحثريب في العين. تحثريب في العين. والوالده زاده، عندي امي زاده الا يو دي بروبليم دو سو جونغ وكل شيء. اغلبها تقطر اي كالي لاغم ارتيفيسيل ولا حاجه. هذا هو يعيشوا به في العاده، يعيشوا به. برشا عباد يعيشوا به لهنا. هانا لقينا بحثنا شكون وراثي عندهم. فما بالحق بالحق لازم ا مومون دو لا في يتحققوا الحاجات هذوما. مشكوره مشكوره دكتوره بنور. كيف مدام خليك بحذانا، خليكم الزوزه بحذانا، نرجع بحذا لي شيف ومن بعد نرجع نحكي. يعطيك الصحة فاطمة، أكيد راجعين ونبدو مع بعضنا في الوصفة الأولى مع الشيف فتحية الشواشي، قاعدة تحضر لنا في البسكوي. أول حاجة عندي هوني 200 جرام فارينة سبيسيال جاتو وردة، نحط عليهم قرصة صغيرة ملح. في الصحفة الثانية عندي 120 جرام فارينة، 180 غرام فرينه، عليهم 20 غرام كاكاو. انتم كاكاو فوالا، انتم اللي تحطوا كاكاو قد اللي تحبوا، فهمت؟ نحيوا 20 غرام 30 غرام تعوضوهم بالكاكاو، لكن لابد تدوزيو هذاك. علاش عندي زوز صحاف من كل شيء. هوني عندي 100 غرام سكر غلاس، نحطوا فوق الفرينه اللي بالكاكاو. وعندي سكر غلاس نفس الميزان اللي هو 50 غرام، نحطوا في الفرينه اللي باش خدمت هذيا بالفاني، واحده فيها سكر فاني وواحده عملتها بالكاكاو. هوني نحط قرصه ملح كيما حطيت في الاخرى، 50 غرام زبده في كل صحفه، زوز اصفر عظم في كل صحفه منهم، تشوفوا فيهم كيفاش يتبعوا بعضهم الصحاف في الخدمه. وعندي هنايا ياغورت طبيعي، كل صحفه بعد لا نبدا نخلط نحط لها مغرفه نتاع ماكله، نخلطهم بشويه ونرجعوا مع بعضنا نوريكم النتيجه. يعطيك الصحه شيف فتحيه. دونك هذا ديباغ نتاع البسكوي نتاعنا اللي قاعدين نحضروا فيه بزوز الوان. انا مشاهدينا معكم باش نحضر كعبات البوري كيف ما قلت اليوم، باش نطيبوهم في الكوشه بطريقه خاصه. بعد ما ننظفوا البوري نتاعنا نحيوا القشوره ديما باش نعرفوا الحوت فريشك ولا العين، لازمها تكون مقبه بالكدا وتلمع، القشره نتاعو شاده مليح. وهنا كي نشدوا كعبه الحوت دونك لازم تبقى مستويه، مش تتعوج على الاخر، وقتها نعرفوا اللي هي ماهيش فرسكه. اي سيغتو كي ننزلوا عليها ما لازمش صبعنا يتعدى بالسهل للشاغ وللهبره نتاعها، هكا نعرف اللي الحوت نتاعي فرشك، نشم الرائحه نتاعو تكون بحريه، نتاكد كون الحوت نتاعي اللي باش نستعمله فرشك. هذوما كعبات البوري نظفناهم، نحينا لهم الصار نتاعهم، غسلناهم بالكدا. توا باش نفوحهم، تفويح نتاعهم ساهل وبسيط، نشوفوه مع بعضنا. عندي هوني قبل ما نبدا نفوح نعمل انسيزيون للحوته نتاعي، نقمرها هكا ولا نشرحها كل واحد وش يقول. دونك بالسكينه باش نعمل فيها شلوط باش نسهل الدخول نتاع الفحات للهبره وللحم نتاع الحوت في حد ذاته. دونك نجي هنا كل حوته نقمرها كيما نحضروا المشوي كيف ما قلت، باش نسهل انه الفحات توصل للحم بالكدا بكدا نتاع الحوت نتاعنا. هذايا العمليه الاولى. عندي هوني الفحات شنو حضرت انا؟ حضرت شويه زيت زيتونه باش نحط منه على الوجه نتاع الحوته، باش ناخذ فلفل اكحل نفوح الحوت نتاعي بهالطريقه السهله والبسيطه. عندي تشيشه ملح، وعندي هوني الثوم مهرس وحاضر باش. دونك هذايا الثوم باش نحاول نحطه على الوجه نتاع الحوته، كان لازم في الكرش نتاعها نفوحها مليح مليح.
هوني ما حبيش نستعمل كمون، نعرف برشا يستعملوا كمون، هري ساعات بيغيروا مع الحوت، علاش؟ خاطر البوري من انواع الحوت الزاكيه والبنينه برشا، نحبوا نطعموا الفخشير نتاعها، هذاك علاش ما حبيش نقتلها ببرشا فحات. نكتفي شويه ملح فلفل اكحل شويه ثوم مع زيت زيتونه، خليه مترنخوا شويه من بعد باش نجيو مع بعضنا وننطلقوا في العمليه الثانيه اللي تخص تطيب البوري في حد ذاته. بعد هذايا نمشيو لفاطمه وانا نستنى فيكم، ما تبعدوش بعيد، ارجعوا لي بعد شويه. مشكورين لشيف، نرجو نحكيو مع الدكتوره ايمان الجزيري اللي هي كوتش دو في مختصه في تربيه الاطفال. اليوم نحكيو كيفاش نخليو صغيراتنا يكون عندهم استقلاليه. يقول القائل ويه وش معناها يكون عنده استقلاليه؟ اش معناها؟ ما عادش يسمع كلامي ولا باش يولي يقعد في بيته وحده ولا شنو معناها استقلاليه؟ الساعه تري بيان الساعه احنا اليوم نشوفوا في ديزادولت. هي كيفاش بدات الحكايه؟ خلينا نبدا بالحكايه كيفاش بدات. البنات بدات باللي انا جو رونكونتر برشا مراهقين وشباب ماشيين حتى للجامعه وكل شيء، والديهم يقول لك صغيري كان يسمع الكلام، كان متميز في الابتدائي، كان لاباس عليه، توا ما عادش يسمع الكلام ولا يخرج ولا ينسى كتبته ولا دونك احنا رجعنا للجذر. الجذر اللي هو انا توا نحب نتلهي بالعائله التونسيه، على خاطر كلنا نحبوا صغارنا والكلنا نحبوا صغارنا يكونوا متميزين ومتالقين، ونجيبوهم من الاول يكونوا ديبوندون. شو معناها ديبوندون؟ معناها حاجته بيا بكل شيء، باش ناكلوا باش نشربوا باش باش نمشيه باش ننصحوا كل شيء، كل شيء الي ديبوندون من الاول، دونك متعلق بيا 100%. ونحب شنو؟ نحب ولدي يولي عامل على روحه، تحب انت تولي مراه، تولي مستقله، تولي بفلوسها. مي غيالمون احنا في العائله التونسيه شنو نشوفوا؟ نشوفوا خليه يقرا وانا نتلهي له بكل شيء، نجيب له ماكلته، نلبسه، ننظف له، غير يقرا برك. شنو يصير في مخ الصغير اللي انا نعمله في كل شيء؟ اللي هو على باز في القاعده الانسان ولا الصغير ولا الام ولا حتى الكبار نحبوا نفيدوا، نحبوا نساهموا. فما سو بوزوان ديتر اوتيل، سو بوزوان دو كونتريبوي، نحب نساهم انا. دايوغ صغير كونت اون اوبسيرف اولاد عمرهم عام ولا عامين يبدا يهزز لك الكاس، يجيب لك كاس الماء يبدا فرحان. احنا هذاك نجيو نكسروه، غير اقرا برك، نحبوه في الروضه يقرا، نحبوه مشكله هو شنو يقرا. شنو اللي يربط؟ يربط في مخه اللي هذايا ماهيش مشكلته، هو الهدف نتاع ابوه وامه ماهوش الهدف نتاعو. دونك يكبر من الاول يحب الاعجاب نتاع الام، يحب الاعجاب نتاع البو، يحبوا يفرحوا به. دايوغ انا نسال وليدات صغار ولا حتى كبار، حتى في الماستر انا قريت في الجامعه 14 سنه، قريت جامعه الجامعه، نقول له علاش تقرا؟ يقول لي باش نفرح امي وبابا، هاك ترى ما فماش خدم. دونك المشكله وين؟ المشكله احنا ملي صغار ما نزرعوش في ولادنا الواه يقرا. بوغ نو سي ايفيدون، احنا كوالدين بالنسبه لنا حاجه عفوا باش يخدم شويه المستقل، بشويه راجل باش نعمل عليه. مي غيالمون انا نرد وهو متعلق بيا. نلقى صغيرات انا يقول لك كان ما نجحتش القى لي حل، يجي الام والبوه انا ما نجحتش وانت القى الحل. علاش؟ خاطر الام والبو تحضر له كرتابته باش ما ينساش كرتابه، ما نحبوش يغلط وهو صغير. توا انا محلاه الكلام نتاعك مدام وتحكي لي على المراهقين، انا نعرف شكون اللي صغيراتهم سنه اولى وسنه ثانيه يعملوا كل شيء وحدهم. هل هذا يتسمى اعتداء على الطفوله لان حملته مسؤوليه هو صغير والا باهي هكاكا؟ معناها فما بالحق، انا نحكي حتى على روحي، انا بنتي معناتها صغيره 7 سنين 8 سنين تعمل كل شيء وحدها، معناتها تقوم تلبس حوايجها الصباح وحدها، جوست انا ساعات حتى فطورها يلزمها تعمل وحدها فطور الصباح. هذه حاجه استثنائيه. نرجعوا للكادر. اعطيني انا حطيته باغ امور الكادر هذا والا انا التملص من المسؤوليه لهنا وين؟ مسؤول فهمت. اسكو انت متملصه من المسؤوليه وماكش واعيه وماكش فورمي والا لا تقول انا بنتي الي كابابل تنجم؟ دونك انا نعطيها المسؤوليه ونخليها هي غاديكا وين تحس بالحريه. انا نجاوبك اللي فما صغيرات سبحان الله هما تحسوا يحبوا الاستقلاليه من هما صغار. مثلا انت تعطي حوايج ذوكم لا، انا نحب نلبس حوايج اللي انا اختارتهم. برافو برافو مدام، مي انت التصور نتاعك هو التصور الصحيح، وانا اللي نحب نوصله اليوم للساده المشاهدين والوالدين اللي التصور اللي تحكي فيه ما فماش صغير ما يحبش يقد وحده، ما فماش صغير تنجم تفرض عليه.
احنا بالسيغ بروتيكسيون والحمايه شنو عملنا؟ اجا انا لابس كنحبك تلبس متناسق باش انا نظهر. نعطيك ان اكزومبل، احنا برشا عندنا كي يجيب لي صغيري مثلا تصويره باهيه ولا حاجه شنو نقول له؟ نقول له برافو صحيتك وكل شيء، انا فخور بيك. قال انا ترجع ليا انا كوالدين، صحيح ولا لا؟ جو سوي فيغ دو توا. وهذيك حاجه انا ديما كي نقولها يبهتوا. انت صغيرك يلزمك ديما كي تمدحوا ولا تشكروا ولا تلونكوراج ولا تشجعوا باغابوغ ا لوي، تقول له انت تنجم تكون فخور بروحك، انت عملت تو بخي لو طون. باش نحطوا شنو نربطوا هنا؟ نربطوا المجهود بالنتيجه. فهمت. احنا ساعات ما نربطوش المجهود بالنتيجه، المعلم سافا با، المكتب سافا با، ايجا نقريك، ايجا نعاونك، شنو يفهم الصغير كلمه ايجا نعاونك؟ يعني انت وحدك ما تنجمش. برشا والدين برافو انا نقدر فيك الحكايه هذيا مع بنتك، لازمك تفسر لها زاده اللي انا راني نجم نقد في بلاستك هذا ونقد اسرع زاده. انا كي نحضر كرتابه بنتي كي نحضرها في اسرع وقت من اللي هي باش تحضرها من الاول، ما هي تنجم تحضرها ونخلي لها المساحه باش تغلط وتنسى كتاب وما يسالش كنت تعاقب في المكتب والا تحس روحها بالنقص باش نهار اخر ما عادش تنسى. نقعد انا للي عمره 13 سنه نحضر له كرتابته ونحضر له البانيه نتاعو ونطيب له يتحضر له بعد عرسه باش تحضر له بعد صغاره باش هذه المشكله اللي قاعدين نراو فيه. نراو في دي زونفون اسيستي، نراو في صغار ما يعرفوش يعملوا على رواحهم يل بيرد لو روبير. دونك انا شنو نقول هنا؟ انا نقول انت والمرحله العمريه نسمعوا صغارنا ساعه اول حاجه، خاطر كي تسمعوا كي هو يقول لك خليني نلبس وحدي سي با غراف خليه يلبس وكان لبس مش متناسق ميساج تو من بعد يهذب ذوقه بشوي بشوي، خاطر فيهم القدرات الكل، اولادنا فيهم البرامج الكل محطوطين ويعرف كيفاش يلقى ثنيته وحده بالطبيعه في اطار. لهنا تجي مسؤوليه الوالدين، احنا خاطر الوالدين على غالب زاد ساعات والدين تلقاهم تاع اولادهم عمرهم 40 و50 سنه وتلقاهم مازال يقولوا انا نقول لك وانا نعرف خير منك وانا قد. دونك احنا اوني با اوبليجي دو روبرودوير معناها هالشيما هذا، نجموا نقصوا نجموا مع صغارنا نعطيوهم بالطبيعه في اطار. المسؤوليه دونك وين تاع الوالدين؟ نرجعوا المسؤوليه تاع الوالدين باش يحط الاطار السليم، الاطار اللي هو اللي هما لي ليميت، خاطر ان انفون زاده كي تسيبوا كومبليتمون يذيع، تسيب تعطيه تابليت ولا ليكرون في يده ولا انترنت من الصباح لليل زاد ماهوش اطار سليم. لي الاطار كيفاش تحطو؟ دونك الاطار يزمو سور لا باز نتاع اون كونيسونس. دونك لهنا وين يجي اهميه التكوين، خاطر احنا ربينا صغارنا بالفطره ما يفهم التكوين اليوم يصير كيفاش تكون الوالدين على كيفاش تزرع الثقه في الصغير، الثقه باش ما تكونش طاغيه باش ما يكونش فوق يحس روحه فوق الناس وهنا يولي في النرجسي يولي عنده مشاكل في الخدمه واجتماعي، وكيفاش يكون ما يكونش تيميد وما عندوش ثقه في نفسه ويكون هكاك منطوي على نفسه من الجمش. هنا كيفاش الوالدين يزرعوا الثقه هذيك، كيفاش تهزوا للاستقلاليه اللي هو موضوعنا اليوم اللي هو سا ديبون شنو عمره، عمره عامين تهزوا الاستقلاليه باش يهز كاس ولا باش يعمل حاجه، مش كيف ما عمره 14 و15 سنه باش يمشي الاستقلاليه. فما طرق معناها سورتو اذا كان انت تولا اسيستي على الاخر كيفاش باش انت توخر بشويه بشويه باش تهزوا الاستقلاليه. فما مواضيع ما اخطر وما اعمق، كيفاش نهيئوا اولادنا ونعطيوهم الادوات باش يجيبوا المخاطر اللي هو الدخان والشراب واللي سوبستانس واللي دروغ وكل شيء، كيفاش ملي هو صغير مش يجي انا وقت الادوليسونس وقت اللي هو ولي يحب يعجب صحابه وتحط قدام المواقف هذوما ما يعرفش كيفاش يختار. وهنا اهميه الوالدين باش يكونوا مكونين باش يعرفوا اولادهم يختاروا يعلموا ياخذ قرارات صغرى باش يولي ياخذ قرارات كبرى. هنا لا بريز دو ديسيزيون ليسبري كريتيك، كيفاش جو ديفلوب انا في صغيري في عوض ما نقريه مثلا، هنا يجيو تقنيات الحفظ وتقنيات القرايه كيفاش باش يتعلم، نعلمه كيفاش يحفظ في عوض نحفظ معاه. نراو في والدين اليوم عنده هو الامتحان، انا عمي عندي بنتي باك وبنتي سيزيام يقولوا لي اه ربي معاك عندك باك وعندك سيزيام، نقول لهم ما عنديش انا الباك نتاعي خديته 95، هي عندها باك والاخرى عندها سيزيام، يقعدوا باهتين فيا اي سي با كيفاش هذا؟ هذا كيفاش يجي؟ يجي باش انت تحط تزرع له اللي انا نحبك، انا نجم راني نقريك، اما انت زاده وحدك من المكتب تنجم تاخذ معلومه وعندك القدرات الكافيه باش تبحث على ما بين المعلمه وما بين كتابك وما بين كراستك وما بين
الانترنت اللي احنا مشينا لنا انترنت مخاطر من المخاطر وهذا زاد تكوين كامل. شنو اللي تختار من الانترنت؟ مش هالقنوات التواصل الاجتماعي اللي هما رحمه ومشيرة الاخرى نقمه. اليوم انا جوفوا مراهقات مساكن معناها في عمر المراهقه الاحباط والاكتئاب على خاطر ترافك لي انستغراموز ديما شيخين وديما مي سي با لا فري في. دونك هي تحس روحها محبطه قدام الحياه العاديه نتاعها في تصنع القرار نتاعها تكون في الاحباط ولا مراهقين شادين لك لي جو فيديو بالادمان. هنا تجي مسؤوليه الوالدين. ما نجموش نرميو كل شيء على الاطار التربوي وكل شيء نرميوها على معناها على المكتب وعلى المعلم. حتى دور الاولياء هنا مهم. هنا المخاطر قاعدين يكبروا. دونك انا يلزمني نتكون باش نعرف كيفاش نزرع في ولدي القرار السليم باش يمشي للانترنت باش ياخذ المعلومه اللي باش تفيده في حياته ولهنا باش تفيدو في حياته مش باش يفيدني انا. باش ياخذ لي الباك وياخذ لي النوت وياخذ لي الشهاده يزمو يعرف هو كيفاش كونت يل سو بروجيت دون لوبجيكتيف. كي يعرف روحه هو باش يكون راجل باش يكون فاعل. هي باش تكون امراه مستقله ما فماش شكون يحكم فيها تعرف كيفاش تاخذ قراراتها السليمه ليها. احنا كيما حتى في التهاني مدام حتى باش نهنيو واحد باك ولا بسيزيام نطلبوا الام والبوا يا مبروك كي خذالك من بعد نطلبوا لي ياخذ الباك هو بيده. فهمت والامنيات الاحساس بالذنب. انا نحب نخدم على الام اللي تحس بالذنب خاطرها تخدم مثلا ولا خاطرها ماهيش حاضره برشا. نعطيوها لي زوتي والادوات كيفاش هي فيك الساعتين من زمان تعطي الحب في بلاستو تعطي الإطار السليم في بلاستو وتخلي صغيرها يغلط مثالش ماهيش هي أخطائها هما أخطاء وهو اللي باش يتعلم منهم باش يكون إنسان مستقل. أنا مزيد باش نحكي معاك دكتورة. نحب نشوف دكتورة بنور الساعة عندك تبارك الله زوز رجال كيفاش تتعامل معاهم دكتور؟ والله من ألطاف الله الحقيقة أمهم هي اللي حطتهم في طريق أنا عجبني. أو حاجة ممكن حبيت نزيدها على الدكتورة هو أنه الثقة الصغير يلزم يلقى لشكون يحكي. الصغير كي تصير له إشكالية مهما تكون تحشم ما تحشمش خطيرة صغيرة يلزم يلقى الكتف اللي يعول عليه. نمشيو لبناتنا إذا كان فاتوا المراهقة وتصير دي كاتاستروف نعرفوا بناتنا وحتى أولادنا إذا كان ما تلقاش أمها تسمحها. دونك لهنا نعرفوا خيبة المسعى فين يوصلوا وفين نجموا نوصلوا. أكثر حاجة أنا حبيت نحيي الدكتور يعطيها الصحة على اللمحة ولمحة في محلها. حاجات تظهر بسيطة ولكن الإنسان كي يتعمق فيها يعرف أنه بالحق مجتمعنا تكون أكثر حاجة على الوالدين. تكون أكثر حاجة ديما نحطوا الإطار أنه الوالدين هما السونتر دو غرافيتي في العائلة والصغيرات هما صغار وديما نضحكوا اكثر حاجه من لي كرون بارون اللي يحسبوا صغارهم لي بارون صغار ديجا. معناها هذاك ديجا سي ان ستيريوتيب اللي مش يكسر لنا خدمتنا الكل يا دكتوره هكا ولا نجموا نبدلوا بالطبيعه احنا نختار نبدلوا. انا هي نقول اول درجه هي الوعي وقت اللي انت توعى اللي جو سوي ادولت. انا ساعات امي نبدا نضحك انا وياها تكلمني تقول لي انا ديما انت وقفت عمرك في العشرين سنه. نقول لها يا ماما راني 44 راني امراه راني بنتي ديجا عمرها 18 عام. دونك تقول لي على الغالب انا وقفت غادي. دونك ساعات انت وقت اللي توعى اللي انت ساي كبرت نخرجوا زاده من هكا الفيكتيميزاسيون خاطر احنا عندنا شويه اللي نحس هكا الاحساس اللي انا الضحيه مثلا عشت طفوله خايبه ولا لا. انا وصلت عمري 20 سنه توا انا ناخذ المقود نتاع حياتي وكيفاش نبدلها نجم نبدل جو بو تيغ ستوب ونجم نقول لي وهذا زاد نجم نزرعوه في صغارنا. باش نرجع للكلمه قالها الدكتور اللي هي حكيت يلزم نسمعوا صغارنا. شو معناها نسمعوا صغارنا؟ علاش الصغار ساعات يتلزوا باش يكذبوا؟ خاطر انا يقول لي يكذب عليا راهو يكذب عليا راهو يخبي عليا. إذا هي حاجة نجم تكون صادمة أما ما يسالش اسمعوني تو نهار آخر تقولوا قالتها الدكتورة. صغيرك يكذب عليك أو يا خايف منك يا خايف عليك. شو معناه؟ من خايف منك خايف من ردة الفعل ولا يا خايف عليك. أنا ساعات صغاري يجيوني في الكابينيه يقولوا لي معناها أنا ما نقولوش لا ما نقولوش على خاطر مثلا بابا عنده السكر ولا أمي كان يسمع لما يتقلق. دونك هذايا منين احنا نصنعوه الخوف هذا خاطر اون ايتي دون دي رياكسيون حكمنا على صغارنا وهما صغار نحبوهم نحطوهم في اطار.
شنو معناها ويقول المدام حطت عثنية صحيحة؟ شنو معناها؟ خاطر تقبلت الأخطاء. أنا نرى في ولدين ما يتقبلش الأخطاء. أنا ريت أساتذة جامعيين يبكيوا خاطر ولدها قراته وإلا بنتها قراتها وجابت 16 في الحساب. قولي إيه أنا قريتها وفاهمة كل شيء جابت 16. قولها يا مدام راهي 16 فهمتني؟ معناها اليوم فما أكل نحبوا زعما ولدنا الامتياز نخسيلوا الامتياز هي العشرين على عشرين وهي الامتياز باش يكون الصغير إيبانوي عنده ثقة في نفسه عنده ثقة في مجهوده ديجا مجهوده صحيتك مش أنا عاونته باش يجيب ولا بالإتيود ولا بالفلوس ولا بالصحبة ولا دونك أكل مجهود هذاك كي نحطوا له نتيجة يولي صغير يحس روحه هو يحكم كان يعمل أكثر مجهود تو يجيب أكثر نتيجة وكان يعمل أقل مجهود وجاب نوت خايبة نقولوا خاطرك ما قريتش بالكدا أقرأ خير تو تجيب خير نحب نختم معك في نقطة تو نحكيو على الصغار العاديين اللي هما نعطيهم الاستقلاليه ونحكيو معاهم وغيره. انا يعني نحب ديما نحكي على الصغيرات اللي عندهم مشاكل صحيه، عندهم اعاقه، عندهم تخلف ذهني والا غيره مدام، اللي بالحق هما يلزمهم عنايه ويلزمهم كل الوالدين الخايفين عليهم واللي هما اللي يختاروا لهم وهما اللي يوريوهم واللي هما يبدلوا لهم وكل شيء. يذولي الصغار هذوما زاد يلزمنا يكون عندهم زاد هما الاختيار نتاعهم ويكون عندهم الاستقلاليه نتاعهم زاد. اكسلنت كيستيون وطويله شويه ام متصعبه ميساج باش نحكي سور دو فولي. فما لو فولي اللي احنا نخسيلو صغارنا عندهم نقص، فما هذه اللي هي مشكله كبيره. معني ساعات انا تقول لي ام تجي تقول لي مثلا انا ما نجمت نجيب صغير ثاني ومشكله وتحس بالذنب تحس في ولدها ناقص. الوغ انت ما نجمت تجيب صغير ثاني، ما تحسسش ولدك اللي هو ناقصته حاجه، هو صغير ان انفون اونيك سي با غراف مثلا، والا صغير محصور نهار كامل في المكتب يروح للدار يحب عنده طاقه يحب يفجرها وهي تحب تحطه تقريه اقعد اقرا مثلا. تقول لي ولدي ايبر اكتيف، هذه حفظوها الامهات الوغ كو ليبر اكتيفيتي سي ان ساندرو صحيت معناها ليبر اكتيفيتي ولي تروبل دو لاتونسيون اي دو ليبر اكتيفيتي سي اوتر شوز كو عبد اللي الاخصائيين اللي هما اطباء نفسيين مختصين في هذا يعملوا دي تيست ويطلعوا توا. اذا كان لانديكاب والا هالتروبل دابرونتيساج والا هالتخلف معناها بالحق معناها الى ايتي ديغنوستيكي مش الام وحدها هي حطت اتيكيت على ولدها. ديجا هذوكم الساعه اللي حطيت انت اتيكيت لي راه ولدك عادي وعنده ذكاء خارق للعاده كيف ما العباد الاخرين، جوست ناقص اون اتونسيون بارتيكولير يلزمك انت كيف ما قلنا تعطيه برشا حب اطار سليم وتخليه يتيح ويقوم ويلقى ثنين كيما اي طفل عادي كيف ما اي طفل عادي. اذا كان فما اطباء اخصائيين ايزون دياغنوستيكي عملوا تشخيص بطرق علميه على هالامراض هذه، فما دي سنتر فما سكون ابل لي افي سي معناها اللي يرافق الصغير في القرايه اي معناها المرافقين اللي في القرايه، فما دي سنتر مختصين باش يستوعبوا الصغار هذوما، وفما اللي تحكي عليها مثلا اعاقه بدنيه. هذا هو الاعاقه البدنيه اذا كان ماهيش في المخ دونك في المخ فما دي سنتر سبيسيو. اذا كان ماهيش في المخ انا يلزمني نكون عندي القوه والتكوين الكافي باش ساعه ما نحايلش مع الصغير هذاك، خاطر ساعات تلقى لافخاتخي الاخرى اللي هما سليمين تحطوا دو كوتي زعما انا ولدي هذا نخاف عليه صحيت الوغ كو انا يلزمني نعرف كيفاش نقوي روحي نعمل انا كوتشينغ ونشوف معناها نكون انا مرافقه ونسمع برشا دي فيديو دون سو سونس باش انا نتعدى الاعاقه نتاع ولدي ونحط له في مخه اللي كل واحد فينا عنده اعاقه صحيح. يا عنده اعاقه نفسيه يا الى سوبي دي تروماتيزم جروح معناها كلنا عندنا اعاقه في حياتنا وانا سيء عندك الاعاقه شفنا شكون عندهم اعاقه بدنيه ودكاتره تبارك الله دكاتره ودي سبورتيف ورياضيين متالقين معناها نخرجوا من دور الضحيه. حتى ولدي هذاك يلزمني انا نخرج من دور الضحيه، انا هذيك تكون لي بالعكس تحدي ليا في الحياه باش انا نتعدى ونوصل ولدي ونعطيه ثقه في نفسه اللي هو ما عندوش ساق عنده زوزيدين ما عندوش زوزيدين عنده زوز وشفنا امثله اللي نجموا يتحداوا هذي برك احنا
معناتها التوانسه اللي مشاو لعبوا في الالعاب الاولمبيه تويكا الاخرانيه راوح ميداليات اكثر من اللي مش صحيح سليم صحيح قدام الواحد سليم تلقى في الكياس عال على المجتمع يطلب في الشارع صحيتك وتلقى عباد عند دونك الاعاقه الي لا دونك الاعاقه هذيا ونطلب من الامهات اللي عندها واحد بالحق معاق تفهم اللي الكل عندنا اعاقه قدام العباد وما ننساوش كالصغيرات اللي حاجتهم زاده بالمحبه وحاجتهم بالتقدير وحاجتهم وما نفرقوش ما بين صغيراتنا. يعطيك الصحه دكتوره ايمان الجزيري دكتوره ايمان الجزيري اللي هي كوتش دو في ومختصه في تربيه الاطفال. مشكور زاده دكتور رضوان بنوره اخصائي في امراض العيون. نرجعوا بحثه لجيف. مرحبا بكم فاطمه، راجعين مع بعضنا ومكملين في كوجينتنا. اكيد تبعتوا الشيف فتحيه في الدفاع نتاع الوصفه نتاع البسكوي اللي عملت زوز انواع نتاع بات، الاولى بالكاكاو والثانيه عاديانا فيغ، دونك هي باش تحكي لنا اكثر على ليزيتاب الموالين. اكيد انت قلبتها يا ايوب، الاولى بالفاني والثانيه بالكاكاو. هما هم واحده منهم بالفاني واحده بالكاكاو. اي لكن مش كيف كيف. اه اوكي. على خاطر كي نخدموا بالكاكاو يجينا تولي بالكاكاو، انا عجن بالكواندويت. لا انت حطيت كل واحده وحدها. حتى يلزم كل واحده وحدها. وعجنتها بالكواندويت. باش الكاكاو ما يدبغش في يديا، خاطر الكاكاو عنده خاصيه يدبغ في اليدين ويلصق في بين الجلده والصوابع ويولي كانه حاجه مرمده. وانا هذيا ما نجمهاش، هذاك علاش ديما وين نمس الكاكاو نمسو بالكواندويت. هوني عندي العجينه نتاعي الفاني، نجي ونطرحها بين زوز اوراق بابي كويسون. وانا عندي القلقال هذيا من عند سيير، يعاوني برشا 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 على الحلين، على خاطر فيه ديغراديواسيون، معناها قلقال فيه قياس، فيه ديسكويت يتنحاو من هنايا من الجنب كيما تراو، ونزيدوهم ونقصوا تاخذ العلو اللي حاجتك فوالا. فما السيس والديس والدو، تاخذ العلو اللي حاجتك به، نحيوهم هذوما، نزيدو حاجتنا بات اعلى نحطوا ديسك زيت، حاجتنا بات اصغر ان نقصوا ديسك. واحنا ماشيين هكاكا وتشوفوا فيه معناها ساهل ياسر في المانيبيولاسيون تاعو، حتى في التنظيف فوالا في كل شيء. حاجه بركه في التنظيف، ما تغسلوش قلقالكم اللوح، راهو اللوح ما يتغسلش على خاطر راهو يتهلك، معناها اللوح شفرته تتهز بالماء يولي ما عادش باهي وما عادش يحل بالقدا. دونك مش كان اللي يقولوا نلقاو عند سيغ، عند سيغ نلقاو اللي نلوجوا فيه الكل، اللي يخص الكويزين، اللي يخص الباتيسري، اللي يخص البولونجري، اللي يخص حتى السال دو سيرفيس في الريستورون، اي حاجه تلوجوا عليها في الشو في الفخوا تمشيو ك دي جون بروفيسيونيل، دي شيف، والا حتى مغرومين تلقاو ريزيستونسيل الصغار بانواعهم اللي تاثث بهم كوجينتك ودارك. مشاهدينا انا نطلب منكم اللي يحب ياخذ اكثر معلومات على سياغ يدخل على الباج نتاعهم على الفيسبوك وعلى الانستغرام، يكتب سياغ يلقى لي زارتيكل اللي يتباعوا الكل، ويلقى لي زانفو لاين نتاعهم، يلقى لادريس نتاعهم وين موجودين، ارقام الهاتف تتواصلوا معاهم من خلالهم وتطلبوا اللي تحبوا عليه، باش تلقاو اكيد فريق مختص على ذمتكم يساعدكم حتى في رسم لي بلون داميناجمون نتاع الكوجينه والا الباتيسخي والا المخبزه نتاعكم، وشنو هما المعدات اللي يلزم تاخذوهم اللازم في اللازم اقل بودجي. دونك امشيو بحذا سيار وبالكم مطمئن. انا علاش نحل فيهم بين زوز اوراق؟ على خاطر ما نحبش نزيد الفرينه. وليتك ساحل فات مش يلزم تلصق في بعضها من بعد باش نخدم السبيغال، يلزم تتحل بين زوز اوراق كويسون كيما تشوف فيها هكاي. تلصق عليها البات. باش تلصق عليها البات الاخرى، نكمل نحل البات الثانيه. انت البات الثانيه فوالا وترجعوا لي باش نوريكم كيفاش نحطوهم على بعض. باهي يعطيك الصحة دونك شيف فتحية، دونك هذايا البات نتاع البسكوي كيف ما شفنا حضرتها. أنا مشاهدينا معاكم بعد ما فوحت الحوت، خذينا كعبات بوري كيف ما شفتوا، عملت لهم انسيزيون نتاعهم في الظهر، حطيت لهم شويه ملح فلفل اكحل، وحطيت لهم زيت زيتونه وثوم، دونك تفوح الحوت نتاعي تبنن. توا باش نجيو للليتاب الثانيه، الليتاب الثانيه شنو فيها؟ فيها الحوت كيفاش باش يطيب في حد ذاته. اخترت بابي كويسون هنا على النظافه نتاعو، كيف ما نعرفوا البابي كويسون خير من حاجات اخرى تنجم تستعملها في الكوجينه. عندي هوني بسباس، دونك توا وقت الفصل نتاع البسباس، نحط معاه بروج نتاع طماطم باش يعطيونا جو ويعطيونا الماء والنكهه. دونك هكا مع هذايا باش نحط بصل محضر، انا بصل لونجوليان قاصو جوانح هكا، نحط الكميه اللي حاجتي بها
باش نحط معاهم جراير نتاع قرص باش يعطيونا زاد نكهه، ومع هذايا عندي شويه زيت زيتونه مش برشا، نحط معاهم شويه فلفل اكحل نفوحهم هما في حد ذاتهم، شويه ملح، ومن بعد هما باش ياخذوا نكهه الحوت على خاطر الحوت باش نحيوه من هوني نعديوه فوق هالخضر اللي حضرناهم باش يكونوا الخضر هما السوكل نتاعو، وهو باش يسيب نكهته فوق منهم. دونك باش يطيب غوتي هالحوت نتاعنا مصلي في الكوشه، لكن باش يطيب مخنوق بهالطريقه هذيا باش يقعد الجو نتاعو الكل في وسطه. نحاول نسكر لو ماكسيموم البابي كويسون مليح باش الفابور الكل يقعد لداخل ونكهه الحوت الكل تبقى في وسط الخضره. انا نكمل نقرطس كعيبات الحوت هذوما ونحطهم يطيبوا في الكوشه درجه حراره نتاعها 180 200 ماكسيموم، نخليهم مده 20 30 دقيقه ويكونوا كعبات الحوت نتاعنا مع الخضره طابوا في وقت قياسي وما خلاوليش الريحه في الدار كيف ما نعمل مع الحوت المشوي. نمشيو لفاطمه السويد وبعد شويه نجيو لكوجينتنا نكملوا اطباقنا. مشكورين لي شيف، نخرجوا فاصل بعد باش نحكيو على المشاكل البيئيه الموجوده في صفاقس، زاد عندنا شويه استيوس نجمو نعملوها في الدار، بيان سور حاجه يدويه مش تابعه للمشكله نتاع صفاقس. نخرجوا فاصل وبعد نرجع. ظلت الأحباب والجارة عالخير تلمينا، غمزة وضحكة وتبارة وعلى عزاز علينا. يا اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا. ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن ما زرعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ انت الحرة بين نساهم، انت الفن وانت للاهم، تصنيفك تفوت قدام وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي معون كله ما يلصقش، فوق الغاز ولا في الكوشة كي تغسل ما يتجرحش.
هذا المعون وهذه أحسن جودة، خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة، أحسن ما في السوق ليك والباقي العائلة، بيديك انتي تحفل وتمنى المايدة. OMS Cuisiner Autrement.